السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم يا شباب. معادنا النهاردة مع الجزء الثالث من حل امتحان أو حل أسئلة امتحان CCNP روت الكود نمبر 300 301. النهاردة بإذن الله تعالى هنحل على ال DMVBN وال GRE و بلس ال EVN ال Easy Virtual Network بلس ال VRF. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم نشوف الأسئلة اللي عندنا. بيقولك a network administrator is troubleshooting dynamic multipoint VPN setup between the hub and spoke. Which action should be the administrator take before troubleshooting the IPsec configuration؟ الراجل دلوقتي عنده مشكلة في ال dynamic multipoint VPN اللي بين الهب والسبوك. أول حاجة إيه الحاجة اللي يعملها قبل ما يشوف ال IPsec configuration؟ طبعاً ال GRE ده tunneling بروتوكول او انكابسوليشن تونلينج بروتوكول، بيتعمل ما بين تو بيرز، ما بين راوترين او نقطتين. عشان اعمل له تامين وسكيورتي بعمله اوفر الاي بي سيك. فالاجابه هنا الفيريفاي ذا جي ار اي تونلز، لان الراجل دلوقتي انا عايز اول حاجه هدور فيها طالما انا عندي مشكله في الجي ار اي تونلينج او الدي ام في بي ان تونلينج، ادور الاول في كونفيجريشن الجي ار اي اعمل عليها فيريفيكيشن، ثم الاي بي سيك، ثم الدايناميك مالتي بوينت في بي ان كونفيجريشن. طيب بيقول لك what is the purpose of the route target command. الراوت تارجت كوماند بيستخدم في ال في ار اف لو انا عايز انقل راوتينج تيبل او راوتينج نت او راوتينج ديتيلز اباوت ا نتورك من في ار اف لفي ار اف. ده انا كده بستعمل اي الراوت تارجت، انا عايز انقل البريفكس بتاعت النتورك دي من في ار اف لفي ار اف، اعمل امبورت او اعمل امبورت واكسبورت. فهنا الاجابه بتاعت البربس بتاع الراوت تارجت اكستندس اي بي، ات اكستندس ذا اي بي ادريس تو ايدنتيفاي ويتش في ار اف انستانس تو بيلونج تو. لا دي مش معانا. ات انيبلز اي بي انيبلز مالتي كاست ديستريبيوشن فور في ار اف لايت سيتابس تو انهانس اي جي بي راوتينج. لا it manages the import and export of routes between two or more VRF. أيوة هو ده الإجابة الصحيحة. طيب which protocols used in dynamic multipoint VPN network to map physical IP addresses to logical IP addresses. ال DMVBN بيستخدم بروتوكول ال NHRP next hub redundant next hub resolution protocol ال NHRP وال NHS. ال NHS هو ال next hub resolution protocol server اللي هو الهب. طيب بيقولك which Cisco VPN technology can use a multi-point tunnel resulting in a single GRE tunnel interface on the hub to support multiple connections from multiple spokes. ده ال dynamic multi-point VPN. ال دي ام في بي ان زي ما احنا قلنا وحتى شرحنا في المحاضره رقم 7، هو بيوفر عليا اني اكاري التانلز او سيبريتد تانلز بتوين مالتيبل راوترز. يعني انا عندي كذا، يعني عندي راوتر وعندي راوتر تاني وعايز اعمل بينهم تانل، بعمل تانل. اوكي طب ماذا لو لان انا عندي مثلا كلاود موصله بكذا راوتر. اوكي فانا بقى مش هقعد اكاري التونل من هنا لهنا ومن هنا لهنا ومن هنا لهنا والكلام ده كله. لا انا بقى بعمل ايه تونل على كل واحده على كل راوتر، وبدا يعني ايه بواسطه ال NHRP وال DMVBN بربط الثلاث راوترات ببعضهم، وبالتالي بخلق عندي سبوك مثلا سبوك 1 وسبوك 2 وده الهب. السبوك 1 عايز يروح لسبوك 2 اول مره فقط، بيروح من الهب وبعدين يروح لسبوك 2، بعد كده سبوك 1 عايز يروح لسبوك 2 يروح له دايركت على طول من غير معتمد بقى على الدايناميك مابينج. طيب نرجع تاني لك which common issues issue causes intermittent DMVBN tunnel flaps. ال intermittent DMVBN tunnel flaps اللي انت تلاقي التونل عندك عمالت up وداون up وداون up وداون، دي بتحصل في حالة لو في مشاكل في الراوتينج بروتوكول اللي انت شغال عليه.
لو في مشاكل في الراوتينج بروتوكول اللي انت شغال عليه خصوصا اللي هي اي ار بي. انا اتذكر يعني كان في لاب انا كنت بعمله ان انا دلوقتي عندي مثلا فريم ريلي اوكي, وانا دلوقتي عندي مثلا راوتر وفي راوتر تاني, فبعمل استاتيك ماب على الراوتر ده بحيث انا بقول له لو عايز تروح للراوتر ده اللي هو مثلا 10.0.0.1 روح على ديلسي مثلا 200 اوكي. المفترض في اخر سطر الاستاتيك ماب تحط برودكاست تفعل خاصيه السودو برودكاست عشان يقدر يبعت مالتي كاست باكيتس للراوتر ده, وكذلك نفس الامر على الراوتر ده باجي اعمل استاتيك ماب على الراوتر ده بحيث انه يروح للراوتر اللي هناك اللي هو مثلا R1 برضو بعمل البرودكاست. فانا عملت في الناحيه دي برودكاست والناحيه دي لا اوكي, فلقيت النيبر عملت ايه تقع تقوم وتقوم وتنزل تقوم وتنزل اب وداون اب وداون تمام. ف هنا ده الاجابه الصحيحه عندي اللي هو راوتينج نيبر ريتشابيلتي ايشو تمام. Which three characteristics are shared by some interfaces and associated EVNs? ال EVN بمنتهى البساطة يا جماعة أنا بكريت VRF تمام, وأنا مثلا عندي 3 VLAN فبكريت VRF VRF وبدخل يعني في مثلا بعمل VRF definition IT اسم الفيلان, وبعد كده اعمل تاج 10 اللي هي رقم الفيلان, وبعد كده اول ما اعمل الكونفيجريشن دي يقوم الاي في ان مكريت السب انترفيسز على طول, يقوم مكريتها على طول اوكي. مكريت السب انترفيسز اللي تحت الترانك اوتوماتيكلي ده غير الفي ار اف لايت اوكي. فممكن اعمل طبعا ممكن اخلي السب انترفيسز دي تكون ليها نفس الاي بي اوكي, بيكون ليها نفس الاي بي. طبعا هو الاجابه هنا هي الاي بي ادرس. انا لقيت في ضمبات اوكي بتقوم بقى حاطه الشيرد ما بينهم اي بي ادرس والراوتينج تيبل فوروردينج تيبل. لا طبعا الاجابه دي غلط, لان انا دلوقتي السيناريو هنا يقصد بيه ايه, السيناريو هنا يقصد بيه ايه. انا للامانه يعني انا سالت في الموضوع ده تمام, ففي يعني شخص قال لي ان هو يعني الامتحان هو في الامتحان كاتب ايه جايب تشيك بوكسز ومن ضمنها جايب تشيك بوكسز ومن ضمنها حاطط بقى الايه الاي بي ادرس تمام. يعني الاجابه هي الاي بي ادرس هنا والراوتينج تيبل فوروردينج تيبل. الاجابه دي غلط, يعني هو حدد تشوز 3 تشوز 3 يبقى انت كده مضطر تكتب ايه تستخدم الثلاث حاجات تكتب الاي بي ادرس والراوتينج تيبل فوروردينج تيبل. طب الاجابه دي غلط, الاجابه دي غلط ليه؟ لان بمنتهى البساطه الاي في ان ايه قصته, ان انا دلوقتي لو عندي راوتر اوكي متصل هنا مثلا اوكي بقى ده فاست ايثرنت 0/0 اوكي. طيب انا هعمل الاي في ان كونفيجريشن بتاعتي, هعمل في ار اف ديفينيشن, وبعدين هعمل احدد التاجز بتاعتي, وبعدين اخش على فاست ايثرنت 0/0 اعمل اي بي في ار اف فوروردنج وادخله على الديفينيشن بتاعت الفي ار اف ده. كل ده بتكلم على الاي في ان. الراوتر اوتوماتيكلي يقوم كاريت على طول فاست ايثرنت 0/10.20.30 ده من غير ما انت تتدخل, من غير ما انت تعمل الكلام ده بايدك, هو اوتوماتيكلي بيعمل ده اوكي. وتلاقي ليهم نفس السبنت نفس الاي بي نفس الاي بي, لكن الراوتر بيعزل ما بينهم ازاي؟ بواسطه الدوت 1 كيو تاج اوكي. يعني انت باكت عندك جايه من 192.168.1.10 كلهم متصلين تقريبا مش تقريبا متصلين لوجيكلي زي ما انت شايف قصادك بنفس السبنت اوكي. طب 1.10 دي جايه من اني نتورك؟ يعني افرض انت عملت دي للفويس ودي للفيديو ودي للداتا, طب باكت رايحه طالعه من واحد سورس بي 1.10 هي طالعه من اني واحد؟ هنا دور السويتش, لان السويتش متوصل مثلا بجهاز الكمبيوتر فده داتا مثلا, فيقول له خلاص انت كده متصل الاكسس بورت دي داخل على VLAN 30, يقوم مودي للراوتر وقال له خلي بالك دي رايحه على VLAN 30 او معاها الدوت 1 كيو تاج بتاعتها 30, يقوم الراوتر مدخل الداتا دي على سب انترفيس اللي هي 30 اوكي. فهم مشتركين فعلا متطابقين في نفس الاي بي, لكن مش متطابقين في نفس الاي بي راوتينج تيبل ولا فوروردنج تيبل اوكي. يعني انا ممكن اعمل راوتينج بحيث اني اعلن عن الفيلان دي النتورك دي مع فيلان تانية اوكي, ولكن الفيلان اللي واصله بيها مثلا الاي بي فونز ما تكونش معروفه هنا, ما تكونش معروفه اوكي. فانا الفي اي في انز هنا بقى اما اجي اعمل شو اي بي راوت, يعني لو جيت مثلا قلت مثلا لو انا على الجهاز ده قعدت احسب انا اقدر اوصل لكام فيلان مثلا 2 فيلان على الناحيه دي, طب الاي بي فون هيقول لك 2 فيلان بس غير ال 2 فيلان الاولانيه,
تمام. القصه اللي انا بقول فيها ان الاجابه دي غلط ليه؟ لان انا بعمل بري سب انترفيسز ليهم نفس الاي بي اوكي تمام، فهم متطابقين في نفس الاي بي لكن مش متطابقين في الراوتينج تيبل ولا فوروردينج تيبل. ما هو ده، امال ايه فايده الاي في انز كده؟ تمام. ولكن ماشي يعني مش كل، على فكره في اخطاء حتى في حل الموديل بتاع سيسكو، يعني حتى في حل الاسئله حتى هوريكم برضو لما نخش في الاي بي فيرجن 6 في الجزئيه بتاعه الاي بي فيرجن 6 في خطا برضو اتحط تمام. فماشي يعني هو مفترض اي بي ادرس ولكن جاوبها اي بي ادرس راوتينج تيبل فوروردينج تيبل، ده ما هم عايزين. اوكي يقول لك وات داز اوبريتيف فلاج مين ان ريجاردز تو ذا ان اتش ار بي انفورميشن شو اي بي ان اتش ار بي ديتيل. بيقول لك ان هو عارف 10.1.2 فيا 10.2.1.2 على تونل 1. الفلاج هنا اوبريتيف، الاوبريتيف دي معناها كده الاوبريتيف يونيك نت ريجريستد يوزد، يعني هو الراوتر ده، الراوتر اللي انا عليه عرف الاي بي ده، عرف الاي بي ده من النكست هاب سيرفر من الان اتش اس، ما عرفوش من الاي بي ده ذات، من صاحب الاي بي ذات نفسه، من صاحب الاي الاي بي ذات نفسه. يعني هو بيقول لك ان انا عرفت 10.1.2 من 10.2.1.2 اوكي والنمبر كاست مالتي اكسس البابليك او الريال اي بي بتاع 10.1.2 هو 10.12.1.2 فهو ات واز دايركتلي فروم ذا ان نكست هاب سيرفر. An engineer is configuring a GRE tunnel interface and the default mode. بصوا يا جماعة التونل طالما معمولة على الديفولت مود لازم احدد لها بقى ايه كده ثلاث حاجات، المود بتاعها وهو ديفولت وملزوقة بأني اي بي تمام كده، ملزوقة بأني اي بي بأني بأني فيزيكال انترفيس اللي هو التونل سورس فاست ايثرنت 0 مثلا، وحدد الاي بي بتاعها تمام. وكذلك رابع حاجه برضو كده اربع حاجات، وحدد الديستنيشن ادرس بتاعتها تمام. يعني التونل بحدد لها المود، لو طلعت ديفولت يبقى لازم احدد لها الاي بي بتاعتها والسورس وهي يعني لازقه في اني فيزيكال انترفيس، وكذلك هي الديستنيشن بتاعها رايح لمين. فانا هنا بحدد التونل ديستنيشن ادرس، وهنا بيقول لك ايه ويتش اوبشن اولسو ريكوايرد، ايه الاوبشن اللي لازم برضو الراجل ده يحدده النتورك ادمنستريتور يحدده تمام on the tunnel interface before it's operational قبل ما تشتغل. طيب which Cisco IOS VPN technology leverages ايه leverages، يعني ايه التكنولوجي اللي بتشتغل بطاقة اكبر واعلى وكفاءة اعلى مع الاي بي سيك والمالتي بوينت جي ار اي والدايناميك راوتينج بروتوكول والان اتش ار بي والوي اس سي اف. ده ايه بالظبط؟ هو الدايناميك مالتي بوينت في بي ان ده، حتى السطر ده يعني نصا مكتوب في كتاب سيسكو بريس يعني اوكي. فالدايناميك مالتي بوينت في بي ان يشتغل على الجي ار اي، جي ار اي يشتغل سكيور بالاي بي سيك، واعمل الاي اي جي ار بي واعمل الان اتش ار بي، اعمل المابنج بتاعتي واخلي الراوتر يفورورد بي ال سي اف زي ما احنا اتكلمنا في الجزئيه الثانيه او في الجزء الثاني من حل الامتحان عن السي اف والفاست سويتشنج، واتكلمنا عن بروسيس سويتشنج. Company has just opened a remote branch office that need to be connected to the corporate network. في شركة عندها فرع رئيسي headquarter HQ وبعدين عملت ايه فرعين كمان. فهم عايزين بيقول لك which interface configuration output can be applied to the corporate router. ايه الانترفيس اتحط على الراوتر عشان اعمل الكوميونيكيشن. بالمناسبه انترفيس تانل 0 بعد كده انتر باندويث 1536 بعد كده انتر وبعد كده اي بي ادرس اها بعد كده انتر تانل سورس انتر تانل موجر اي مالتي بوينت انتر. برضو اسف برضو في بس ايه مشكله هنا في الادت. طيب تعالوا نشوف كده يعني حتى لو هم لازقين في بعض احنا المفترض مذاكرين الاوامر كويس، فاحنا عايزين نشوف ايه الامر اللي هيتحط الاوامر اللي هتحط تحت التونل انترفيس اللي عند الكوربريت راوتر اللي هو الهب. هنا بيقول لك انترفيس تونل 0 اوكي تمام، الباندويتس ماشي حددتها، الاي بي ادرس حددت الاي بي بتاعت التونل، بعد كده التونل سورس سيريال 0 تونل مو جي ار اي مالتي بوينت. دي الاجابه الصح يا جماعه من غير ما ابص على تحت تمام. ليه بكل بساطه هو حدد الباندويتس بتاعته، حدد الاي بي، حدد التونل سورس، وحدد المود بتاعتها. هلا يا باشمهندس طب ما هو ما حددش التونل ديستنيشن، انا قلت لك التونل ديستنيشن في حاله المود كان ديفولت او المود كان اي بي فيرجن 6 اي بي مثلا، وانت هتعمل تونل اي بي فيرجن 6 على اي بي فيرجن 4 وين لينك، انت ساعتها بتحدد التونل ديستنيشن. لا يعني طب انا مثلا لو انا بصيت تحت هنا مفيش تونل سورس
في فيش سطر التانا سورس في الاوبشن بي، واوبشن سي المود التانل مود دايناميك ده غلط. لا تمام ده ما يب... ده لا تمام ده هيشتغلوا على الجي ار اي التانلنج اللي انا هعمله هنا جي ار اي جينيريك راوتينج انكابسوليشن وانترفيس فيرست باندويث اوكي اي بي ادريس تونل سورس تونل سورس ماشي تمام تونل ديستنيشن لا تونل ديستنيشن برضو دي غلط لان انا كده عملت بوينت تو بوينت تونل انا عايز اعمل مالتي بوينت تونل فهنا اللي هي الجي ار اي مالتي بوينت فدي الاجابه الاوبشن ايه هو اللي معايا بيقول لك which Cisco VPN technology uses AAA to implement group policies and authorization and is also used for the X authentication method ده ال Cisco Easy VPN هو اللي بيستعمل ال AAA عشان بقى تكريت منه البوليسيز والاوبرايزيشن بتاعته والكلام ده كله Cisco Easy VPN ده انت يعني الناس اللي بتدرس السي سي ان سيكيورتي طبعا عارفاه هنخش طبعا في الاكس اوثنتيكيشن دي هناخدها باذن الله تعالى في تراك السويتشنج which three benefits does the Cisco Easy Virtual Network provide ال EVN ايه بقى الثلاث فوائد بتوعه it simplified layer 3 network virtualization دي معانا ده يعني دي حتى مكتوبه في Cisco Press improved shared services support ولا enhanced management troubleshooting and usability دي معانا enhanced management troubleshooting and usability انا شاكك في improved دي بس نشوف اللي تحت reduced configuration and deployment time for .1q trunking يا ماشي المفترض بتعمل كده بس هو يعني ماشي انا برضو دي يعتبر مثلا معانا بس هشوف اللي باقي increased network performance and throughput decreased PGP neighbor configuration بصوا هو المفترض تشوز 3 الاثنين دول موجودين في Cisco Press بالنص يعني تمام انا شاكك بقى ما بين البي والدي بس الاقرب ليهم هو البي الاقرب ليهم اللي هو improved shared services support تمام فانا ممكن يعني هما التلاتة دول يعني حتى كمان يعني نوعية الأسئلة دي هو محتاج ان انت تختار يعني اصدق تلات اختيارات يعني ممكن تلاقي اكثر من اختيار يعني اربع اختيارات خمس اختيارات لهم كلهم يحققوا النعنى يعني فعلا انا ليه ما هي فعلا بقى برضو بتريديوس الكونفيجريشن انا في الاي في ان انا بعمل ايه في ام نت في نت اسمها كده في نت الفيرتشوال نتورك ترانكينج وبعدين بحدد ال في ار اف اللي داخل عليها وبعدين بيكاري السب انترفيسز اوتوماتيكلي طب هي فعلا بتريديوس الكونفيجريشن طيب اوكي هي كده كده هي اول ثلاثة نخش في اللي بعده which encapsulation supports an interface that's configured for an EVN trunk هو 802.1q اكيد which the primary service that's provided when you implement the Cisco Easy virtual network البرايمري سيرفيس اللي هي بتقلعه فورس ترافيك سيبريشن اللي هي بتفصل الترافيك بتعمل عزل بقى ما بين الترافيك بتعمل كده بتقسم النتورك لسيجمنتس وكل سيجمنت بيكون ليها تونلز بتمشي فيها هي دي الاجابه الصح معايا which two routing protocols are supported by EVN ال او اس بي فيرجن 2 والاي اي جي ار بي ده سبورتد باي الاي في ان اللي هم الاثنين دول بس يعني اوكي نتورك انجينير هاز سيت اب في ار اف لايت اون تو راوتر ويتش اول ذا انترفيسز ار ان ذا سيم في ار اف ات ا ليتر تايم ا نيو لوب باك از ادد تو راوتر 1 بات ات كانت بينج اني ون اوف ذا اكزيستينج انترفيسز ويتش تو كونفيجريشنز انيبل the local or remote router to ping the loopback from any existing interface. اولا انا حطيت اللوبباك اوكي وانا موصل راوترين في نفس الفي ار اف انا لازم اللوبباك احطها جوه الفي ار اف تمام كده طيب وكذلك انا عايز وانا عايز اللوبباك دي تروح من راوتر واحد على راوتر اتنين تمام فانا لازم اعمل static route على الفي ار اف اللي فيها اللوب باك
اللي فيها الايه اللوب باك. فبالتالي هو بيقول لك ان انا موصل راوترين وحاطط الانترفيسز اللي موصله بين الراوترين في نفس الفي ار اف، ولكن انا ضفت لوب باك على راوتر، فاللوب باك ده اديته اي بي ولكن مش بيبنج على اي لوكال انترفيس في نفس الراوتر، وكذلك مش بيبنج على الراوتر الثاني. فعشان يبنج على نفس الانترفيسز اللوكال انترفيسز اللي في نفس الراوتر لازم احط اللوب باك في الفي ار اف، وكذلك عشان يبنج على الاي بيات الراوتر الثاني لازم اعمل ستاتيك راوت للفي ار اف اللي فيها اللوب باك. بيقول لك what's the purpose of the autonomous system autonomous system number command it sets the eGRP autonomous system number in a VRF. هو ده طبعا احنا خدناه في محاضرة ال VRF وشرحنا حتة ال autonomous system بتاعت ال eGRP اللي انا بدخلها في ال VRF اللي هي address family IP version 4 VRF كذا تمام، وهم لازقها ب autonomous system مثلا رقمية. هنا بيقول لك repair to the exact after configuring GRE between two routers running OSP that are connected to each other via one link, a network engineer notices that the two routers can't establish GRE to begin exchange of routing table updates. What the reason? Router واحد فين دلوقتي؟ هو دلوقتي بيقول ان انا between two routers running OSPF. انا عندي راوتر واحد وراوتر تلاتة بيتبادلوا المعلومات بتاعت الـ OSPF وعامل وحطتهم على GRE، ولكن هو الابديتس مش بتوصل. خلي بالكم يا جماعة ان هي الاجابة دي الصح اللي هي either firewall between two routers or an access list on the routers blocking IP protocol number 47. الـ GRE بيعتمد على الـ IP protocol number رقم 74. ايه هو الـ IP protocol number؟ الـ IP protocol number ده flag لكل بروتوكول. فمثلا انا هستعمل الـ مثلا في اي بي بروتوكول نمبر للبينج وفي للتي سي بي وهكذا تمام. طبعا لو طبعا انا في حتى في محاضره البينتريشن تيستينج محاضره الايثيكال هاكينج اللي انا اديتها كنت شرحت فيها جزئيه البروتوكول الاي بي بروتوكول نمبر، فالجي ار اي بيستعمل الاي بي بروتوكول نمبر 47 اوكي. فطالما هم مش بيتبادلوا معلومات الاو اس بي اف فقد يكون كده بقى التانل هنا فيها مشكله ان البروتوكول نمبر 47 الفاير وول او الاكسس ديست قافلينه تمام كده. طيب انا اعتبر خلصت، اتمنى تكون المحاضرة عجبتكم. شكرا على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.